بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن آخر ليكويد دوزج فورم في الكورس بتاعنا. هنتكلم عن الفارماسيوتيكال ايمولشنز. طبعا احنا أخدنا فكرة عن الفارماسيوتيكال ايمولشنز في العملي، وهنحاول بقى نشوف الثيوريز اوف ايمولسيفيكيشنز، هنحاول نشوف التايبس اوف different emulsifying agents، هنشوف ال pharmaceutical applications of emulsions وايه هو ال emulsions وبيتكون من ايه، وهل في classifications او types خاصة بال emulsion. طيب مبدئيا كده لما نيجي نتكلم على ال emulsions بنقول ان ال emulsion عبارة عن two immiscible liquids، غالبا بيكون oil و water. بنقول لو جبنا اي two immiscible liquids تمام كده وبدأنا نعمل shaking أو agitation، هنلاقي إن ال two phases initially بيبقى عندهم tendency عشان يتكون عندي droplets or globules. تمام كده؟ طيب بمجرد ما بدأت أو بمجرد ما عملت stopping، وقفت ال agitation أو ال shaking، بلاقي إن ال droplets بتاعة أو ال droplets الخاصة بكل liquid phase منهم بيبقى عندها tendency إن يحصل لها aggregation أو coalescence، وبالتالي هيحصل separation للتو ليكويدز. يبقى هنا اقصد اقول ان لو انا عندي اويل ووتر في بوتل واحده، طول ما انا عامل شيكينج فبيبقى في دايما كل ليكويد ديسبيرسد في صوره دروبلتس، في صوره سمول جلوبيولز. بمجرد ما اعمل ستوبنج للاجيتيشن والشيكينج، كل ليكويد بيحاول او كل ليكويد بيفصل عن الليكويد التاني، ده بسبب ان عندي هاي انترفيشال تنشن بتوين التو اميسيبل ليكويدز. طيب هل معقول او هل من المنطقي ان انا هفضل اعمل شيكينج وقت طويل او على طول؟ يعني طبعا ده مش منطقي، يبقى انا محتاج ان انا ازود اللايف تايم اوف دروبلتس. طب الكلام ده يحصل ازاي؟ يحصل لو انا ضفت ايمالسيفاينج ايجنتس او ايمالسيفايرز، ده بيقلل لي الانترفيشال تنشن بتوين التو اميسيبل ليكويدز. طيب عشان يبقى عندي ستيبل ايمالشن، غالبا بيكون عندي one phase بيبقى موجود في صورة droplet or globules form for a prolonged period of time، وده بنسميه internal phase او بنسميه dispersed phase او discontinuous phase. The dispersed phase ده بيبقى surrounded by an external continuous او dispersion medium. لما نيجي نعرف الايمالشن بنقول ان الايمالشن عبارة عن thermodynamically unstable system، او ممكن نقول ميتا ستيبل سيستم consisting of two or more immiscible liquids. ال two liquids دول not at equilibrium. ال two phases دول واحد فيهم بيبقى dispersed في صورة globules or droplets، ال diameter او ال particle size بتاعها ranged between 0.5 to 25 micrometer، وده هو ال dispersed phase او ال internal phase. بيحصلوا dispersing في dispersion medium او نسميه continuous او ال external phase، وبيحصل stabilization للسيستم by the presence or by addition of an emulsifying agent. طيب بالنسبة للconsistency of emulsion، فهو بيتراوح from a mobile liquid to semi-solid. mobile liquid ده اللي احنا شفناه في المعمل اللي هو white in color شبه الميلك شوية، to semi-solid emulsion. وهنا semi-solid emulsions واحنا قلنا الكلام او اتقالك الكلام ده قبل كده ان السيمي سوليد ايمالشن هي عبارة عن الايه؟ الكريمز. بقول ان الايمالشنز او التو سيستمز او التو ليكويد فيز، بقول ان هما في بينهم ثيرموديناميك اكوليبريم. امتى؟ لما يبقى تو ليكويدز او لما يبقى التو فيزز الميكانيكال وكيميكال وثيرموديناميك او ثيرمال اكوليبريم ويز اتش اذر. According to type of dispersed phase according to type of dispersion medium، بنعمل classification للemulsion into three types: oil in water emulsion. وهنا بلاحظ ان عندي dispersed phase هو الoil موجود في صورة oily droplets dispersed throughout the aqueous phase، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت دي اهو، oil in water emulsion. طيب ده بستخدمه orally عادي لانه هيكون بلاتابل للبيشنتس، لان الووتر هو الاكسترنال فيز، الاكسترنال فيز اكيوس ان نيتشر. كمان بستخدمه فور انترافينوس ادمنستريشن، فور انتراماسكولار ادمنستريشن. بس مهم قوي لو انا هدي للبيشنتس الايمالشن بارنترالي، مهم ان يكون البارتكل سايز او الجلوبيول سايز او الدروبلت سايز للزين 1 مايكرومتر. ليه؟ لان لو البارتكل سايز اكبر من كده ممكن يحصل امبوليزم، يبقى مهم ان الجلوبيول سايز يبقى
less than 1 micrometer to avoid a to avoid الامبلي فورميشن to avoid the blockage inside the blood vessels. تمام؟ طيب النوع الثاني من الامالشن، انا عندي الووتر ان اويل امالشن، والووتر ان اويل امالشن ده عباره عن سيستم ان ويتش ووتر از dispersed throughout the oil زي ما احنا شايفين في الصوره اللي موجوده في اخر السلايد. هنا الووتر ان اويل امالشن ممكن استخدمه فور intramuscular injection لما اكون محتاج ديبوت ثيرابي او ديبوت اكشن زي مثلا في حالات الفاكسين، ولكن هنا الووتر ان اويل ايمالشن ما ينفعش استخدمه فور اورال اور انتروفينس ثيرابي. ليه؟ لان البلد احنا عارفين ان هو اكيوس ان نيتشر، فمش هينفع احقن فيه حاجه او ليكويد او اويلي ليكويد. طيب النوع الثالث من الايمالشن عندي مالتيبل ايمالشن، يا اما ووتر ان اويل ان ووتر او اويل ان ووتر ان اويل. طيب في الووتر ان اويل ان ووتر ايمالشن انا بيكون عندي small water droplets زي ما احنا شايفين enclosed in a large oil droplet which itself dispersed in water زي ما احنا شايفين، والعكس oil in water in oil بيبقى عندي small oily droplets enclosed in large water droplet which itself dispersed in a in oil. تمام؟ طيب عندي بقى novel emulsion زي المايكرو emulsion والنانو emulsion. زي ما انت شايف كده ادي المايكرو ايمالشن بيبقى ترانسليوسنت، والنانو ايمالشن بيبقى ترانسبيرنت. المايكرو ايمالشن بيبقى جلوبيول سايز او الجلوبيولز ليها كولويدال دايمنشن اللي هو من 1 نانومتر او رينجد بتوين 1 نانومتر تو 500 نانومتر ان دايمتر. طيب لما نيجي نتكلم على الفارماسيوتيكال ابلكيشن اوف ايمالشن بنلاحظ ان الايمالشن هاف ا وايد رينج اوف يوزز. يعني لو جينا اتكلمنا على الاويل ان ووتر ايمالشن هنلاحظ ان من استخدامات الاويل ان ووتر ايمالشن هي تعمل انهانسمنت للبلاتابيليتي اوف اويل عشان اقدر ادي البيشنتس الايه الاويلز دي اورالي. ازاي؟ عن طريق ان هي بتعمل ماسكينج للتيست والاويلنس. بمعنى لو انا هدي او عايز ادي البيشنتس سبستنس اويلي ان نيتشر فاقدر اعمل لها ديزولفنج الاول في الاويل اللي هو الديسبيرسد او فيز او اللي هو الانترنال فيز، وبالتالي الاكسترنال فيز هيبقى الووتر هو الاكيوس او هيكون اكيوس ان نيتشر، وبالتالي البيشنتس مش هيحس كده بالايه بالاويل، وبالتالي انا كده عملت انهانسمنت للبلاتابيليتي اوف اويل. كمان لو انا عندي بورلي ووتر سوليبل دراج او اويل سوليبل دراج او اويلز، فالاويل ان ووتر ايمالشن بيزود الابسوربشن اوف بورلي ووتر سوليبل دراج من خلال الجاسترو انتستاينال وول زي الجريزيو فالفين، وده انتي فانجل دراج ليه بور ووتر سوليبيليتي. بعمله ديسبيرسنج الاول في الاويل وبعد كده ببدا اعمل فورميوليشن للدراج في صوره اويل ان ووتر ايمالشن. عندي ده بالنسبه طبعا للايه ده بالنسبه للاورال ايمالشن واستخداماتها. هنيجي نتكلم بعد كده على الانترا ماسكولار انجكشن، والانترا ماسكولار انجكشن ممكن تكون اويل ان ووتر وممكن تكون ووتر ان اويل. طيب لما نيجي نتكلم على الووتر ان اويل ايمالشن بنحتاجها زي ما قلنا لو انا required بالنسبه لي ديبوت ثيرابي او ديبوت اكشن، فبجيب الووتر سوليبل فاكسينز اعملها فورميوليشن في صوره water in oil emulsion to provide slow prolonged release، وبالتالي يبقى عندي greater antibody response، عندي longer lasting immunity، وبالتالي انا كده حققت التارجت بالنسبه لي اللي هو depot therapy. الابلكيشن اللي بعد كده الانتروفينس انجكشن، او دي لازم زي ما قلنا لازم تبقى formulated في صوره oil in water. يبقى مهم قوي افهم سواء الانترماسكولر او الاورال او الانتروفينس انجكشن، لازم ابقى فاهم هل الايمالشن الافيلبل بالنسبه لي او المتاح او اللي ينفع اعمله هل اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل. طيب بالنسبه للانتروفينس انجكشن ما عنديش حل غير ان الايمالشن يكون اويل ان ووتر، فببدا استخدم او اعمل ستريلايزيشن للايمالشن بعد ما احضرها واثناء التحضير، بيبقى عندي ستيرايل اويل ان ووتر ايمالشنز بستخدمها تو ديليفر لو انا عندي اي اويلي نيوترنت عايز اوصلها للبيشنت انترافينسلي لان مش قادر اوصلها له اورالي، فبستخدم الاسترايل اويل ان ووتر ايمالشن، وده بنسميه توتال برينترال نيوتريشن. مهم قوي ان انا استخدم نون توكسيك سيرفكتنت، نون توكسيك ايمالسيفاينج ايجنت زي الليسيسنز اللي بستخدمه از اويل ان ووتر ايمالسيفايرز. طيب عندي فيو ايمالسيفايرز او فيو ايمالسيفاينج ايجنت زي الليسيسن زي الجيلاتين زي السيرم البومين زي الميثايل سيلولوز والبوليسوربيت
80 اللي هو توين 80، دول ممكن استخدمهم فور انترافينوس اويل ان ووتر ايمالشن. زي ما قلنا ان جلوبيول سايز فور اني برينترال ايمالشن ماست بي كيبت بيلو او اندر 1 مايكرومتر تو افويد ذا فورميشن اوف امبلي. طيب التوبيكال ابلكيشن، الايمالشنز اللي هستخدمها فور توبيكال ابلكيشن او فور اكسترنال يوز، يا اما بتكون اويل ان ووتر اور ووتر ان اويل. اويل ان ووتر ايمالشنز اللي هي الكريمز تبقى طبعا ليس جريسي لان الاكسترنال فيس اكيوس ان نيتشر، easily washed off اقدر اعمل لها washing with water، more cosmetically acceptance than الwater in oil طبعا لان هي بتكون less greasy ومش oily فالpatients او بتكون acceptable بالنسبة للpatient. طيب بالنسبة للwater in oil emulsions فبيكون ليها اكتر emollient effect، بتعمل hydration للupper layer of the skin. finally عشان نلخص كل الكلام ده بنقول لو الايمالشن هستخدمه for oral or intravenous administration لازم يكون oil and water emulsion، لو هستخدم الايمالشن دوت for intramuscular injection ممكن يبقى oil and water، ممكن يبقى water and oil. water and oil هيكون for depot therapy. emulsion for external use ممكن يكون oil and water or water and oil. غالبا انا كده بتكلم هنا على topical emulsions او topical creams. ادي الصورة اللي قدامنا بتوضح ادي السيمي سوليد ايمالشن ليكويد ايمالشن، سواء هدي اورال سواء هدي للبيشنت في صورة انترا فينوس انفيوجن. طيب عندي اكسبريشن مهم قوي ان انا اكون عارفه كويس جدا اللي هو الفيز فوليوم ريشيو. والفيز فوليوم ريشيو هو عبارة عن الفوليوم اوف انترنال فيز كومبيرد ويز ذات اوف اكسترنال فيز. عشان او البارامتر ده او الريشيو دي بقدر اعين من خلالها او بتديني impression على الاستابيليتي اوف emulsion. فبنقول ان الموست ستيبل emulsions هاف ان انترنال فيز اوكيباينج بتوين 40-60% ومش اكتر من 74% اوف توتال فوليوم اوف emulsion. يعني لو نسبه الانترنال فيز من 40-60% ماكسيمم يعني توصل ل 74% اقدر اقول انا كده عندي ايه ستيبل emulsion. طيب ازاي اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن للemulsion تايب؟ يعني لو انا عندي unknown emulsion وانا مش عارف هل هو oil in water ولا water in oil، عندي اكتر من identification test من خلالهم بقدر اتعرف على نوع الemulsion. عندي اول test هو miscibility testing او phase dilution method. باختصار انا لو عندي emulsion عملت له dilution بالwater ولقيته stable، معنى كده ان الemulsion بتاعي oil in water emulsion. طبعا معنى كده ان external phase water. جيت عملت دايليوشن بأويل وللإيمالشن بتاعي اللي هو unknown ولقيته stable، ده معناه ان الاكسترنال فيس اويل، ده معناه ان الإيمالشن بتاعي water in oil emulsion. ده فكرة الميسيبيليتي تيستنج او الفيس دايليوشن ميثود. بنقول ان الإيمالشن بيكون ميسيبل مع الليكويدز اللي هي ميسيبل مع الكونتينيوس فيس، تمام؟ فالاويل ان ووتر إيمالشن ميسيبل مع الووتر اللي هو الكونتينيوس فيس ونوت ميسيبل مع الاويل، على عكس الووتر ان اويل ايمالشن ميسبل مع الاويل وام ميسبل مع الووتر، تمام؟ فلما نيجي نبص على الدايجرام اللي قدامنا او الصوره اللي قدامنا بتوضح لنا اهو ان انا لو عندي اويل ان ووتر ايمالشن عملت دايليشن بالووتر ما حصلش اي فيس تشينج، يبقى انا كده عندي اويل ان ووتر ايمالشن. اتاكد اكتر لو عملت دايليشن ويز اويل ولقيت حصل سيبريشن، والعكس صحيح ان لو انا عندي water in oil emulsion عملت له dilution with oil وما حصلش اي phase change، يبقى انا عندي water in oil emulsion عملت dilution بwater حصل separation، اتأكدت اكتر ان انا عندي water in oil emulsion. طيب عندي تيست تاني من خلاله بقدر اتعرف على الemulsion او unknown emulsion، الdye methods او الstaining test. يعني عندي انواع من الدايز الصبغات، اويل سوليبل داي ووتر سوليبل داي. يعني عندي داي لما بتدوب في الاويل بتدي اللون بتاعها، عندي اويل دايز تانية لما بتدوب في الووتر بتدي اللون بتاعها، زي مثلا السكارلت ريد. السكارلت ريد ده اويل سوليبل داي، يعني لما بيدوب في الاويل بيدي ريد كلر. طب اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن ازاي الايموشن باستخدام السكارلت ريد؟ ببدأ اعمل انكوربريشن للصبغة دي في الايمالشن بتاعي، انا لسه مش عارف نوعه ايه، تمام كده؟ طب وبعدين ببدأ اعمل ميكسين كويس واخد دروب ابدأ احطها على سلايد واغطي الدروب دي باي كفر سليب وابدأ اعمل اكزامينيشن اندر مايكروسكوب، تمام؟
طيب لو لقيت الشكل اللي قدامي ده، الشكل اللي قدامي ده خلي بالك الجلوبيولز او الدروبلتس اللي قدامي دي بتمثل لي الانترنال فيت. لو لقيت هي اللي ليها ريد كلر والخلفيه الباك جراوند كلرلس، معناها ان الايمالشن بتاعي اويل ان ووتر ايمالشن، معناها ان الدروبلتس دي بقى لونها اويل، معناها ان الصبغه دابت في الاويل اللي موجود في الانترنال فيت. تمام. والعكس لو جيت لقيت colorless globules و red background، انا كده عندي water in oil emulsion. طيب ولو جيت استخدمت داي تانية زي الميسيلين بلو دي water soluble داي، بدأت احطها في emulsion وبرضو انا مش عارف الايمالشن ده نوعه ايه، لقيت ان dispersed globules لونها او ملهاش لون خالص colorless، والباك جراوند هي البلو، الباك جراوند هنا اقصد بيها الديسبرشن ميديوم، يبقى انا كده عندي اويل ان ووتر ايمالشن. ولو لقيت بلو جلوبيولز اجينست colorless باك جراوند، انا كده عندي ووتر ان اويل ايمالشن. طيب التست اللي بعد كده عندي الكتريكال كوندكتيفيتي تيست، وفي الالكتريكال كوندكتيفيتي تيست انا هنا ببدا اجيب تو ميتال الكترودز، ابدا اعمل لهم بليسنج في oil and water emulsion او حتى emulsion انا مش عارف نوعه ايه، بوصل باتري وسيت اب لايت سورس كونكتد ان سيريز، وابدا اشوف والله لو اللامب اللي انا موصلها حصلها جلوينج نورت، يعني انا كده معناها ان الكونتينوس فيس هو الووتر، لان الووتر هنا عمل لي كوندكشن الكتريستي خلال السيستم. طيب لو التست ده استخدمت بقى فيه بدل ما استخدم اويل ان ووتر استخدمت ووتر ان اويل ايمالشن، او اللمبه ما نورتش، فانا في الحاله دي بقول ان الاكسترنال فيس او الكونتينوس فيس هو اويل، وبالتالي هو ما عملش كوندكشن للالكتريستي. يبقى ان اذر وورد الاكيوس كونتينوس فيس كوندكت الكتريستي. شايفين اهو هنا لو البلب نورت يبقى انا عندي كده اويل ان ووتر ايمالشن، لو البلب دازنت جلو يبقى انا عندي ووتر ان اويل ايمالشن. عندي فلورسنس ميثود وده تيست تاني بنعتمد فيه ان الاويلز بيحصلها فلورسنس اندر يو في لايت، فاندر فلورسنت لايت مايكروسكوب لو الهول فيلد حصل له فلورسنس او ادى فلورسنس، ده معناه ان انا عندي ووتر ان اويل ايمالشن. عندي فلتر بيبر ويتنج ميثود، هنا ببدا اعمل او اخد دروب من الايمالشن، اعمل ويتنج او احط الدروب دي على الفلتر بيبر، حصل سبريدنج، ده معناها ان الاكسترنال فيس ووتر، معناها ان الايمالشن بتاعي اويل ان ووتر ايمالشن. ما حصلش سبريدنج للدروب دي، معناها ان الاكسترنال فيس اويل وعندي ووتر ان اويل ايمالشن. طيب بنحضر الايمالشن ازاي؟ عندي اكتر من طريقه بحضر بيها الايمالشن، بس مبدئيا انا طبعا بستخدم بيسل ومورتر زي ما شفنا في المعمل. مهم قوي ان انا البرايمري ستيب بتاعتي او الفيرست ستيب ان انا احضر البرايمري ايمالشن، وما عنديش ايمالشن بيتكون وزود فورميشن اوف برايمري ايمالشن. عشان احقق سكسسفول بريبريشن للايمالشن بتاعي، مهم قوي ان انا احافظ على الكوانتس بتاعه الووتر او الريشيو اوف ووتر للاويل والايمالسفاينج ايجنتس اللي هو غالبا بيكون جام اكاشيا. طيب الريشوز دي ديبند على التايب اوف اويل، فلو عندي فيكسد اويل زي الالموند والاراكس والكاستر والكود ليفر اويل، فنسبه الاويل للووتر للجام بتبقى 4:2:1. لو عندي مينرال اويل زي الليكويد بارافين تبقى النسبه 3:2:1. عندي فولاتايل اويل زي التربنتاين والسينامون والبيبرمنت اويل بتكون نسبه الاويل للووتر للجام 2:2:1. لو عندي اوليو ريزن زي الميلفورن اكستراكت نسبة الاويل ووتر للجام بتبقى 1:2:2:1. طيب بنحضر الايمالشن ازاي؟ عندي 3 ميثودز، الدراي والويت والبوتل ميثود. بالنسبة للدراي طبعا الكلام ده اتقال في المعمل وانت حضرته بايدك، فالموضوع مش هيبقى يكون صعب. عندي الدراي ميثود بجيب الايمالسفاينج ايجنتس اعمل له تريتوريشن كويس جدا مع الاويل، تمام كده. طبعا مهم قوي ان البورسلين مورتر بتاعي يبقى دراي، ابدا اعمل كومبليت ديستريبيوشن واضيف الميه ات وانس، وابدا اعمل تريتوريشن بقى، ومهم هنا التقليب يكون immediately بسرعه rapidly continuously في وان دايركشن لحد ما ابدا اسمع كليكنج ساوند ويتكون عندي سيك وايت كريم. في الحاله دي ببدا اقول انا كده اتكون عندي البرايمري ايمولشن، باقي كميه الووتر ببدا اعمل لها سلو اديشن عشان طبعا اقلب كويس لحد ما يتكون عندي الفاينل ايمولشن. طيب الويت جام ميثود هنا بقى ببدا بووتر مش بويل، يعني ببدا اعمل تريتريشن للجام مع الووتر في مورتر لحد ما يتكون عندي
ميوسلج وابدا اضيف الاويل سلولي او بورشن وايز، وابدا اعمل تريتوريشن برضو لحد ما يبدا يتكون عندي البرايمري ايمالشن، وبكمل بالميه الفاينل فوليوم. تمام. طيب عندي البوتل اور فوربس بوتل ميثود، ودي بستخدمها لو انا عندي الاويل بتاعي فولاتايل او عندي اي اوليجينس سبستنس ليها لو فيسكوستي. طيب الميثود هنا مش سوتابل فور فيسكس اويلز، لان انا مش هقدر اعمل اجيتيشن بالشكل اللي انا عايزه مع الايمالسيفاينج ايجنت. طبعا بجيب الجم والاويل في دراي بوتل، ببدا اعمل شيكين كويس جدا، وببدا اجيب او بضيف ووتر بفوليوم ايكوال تو الفوليوم اوف اويل، وابدا اعمل اديشن بورشن وايز، وابدا اعمل فيجرس شيكينج لحد ما يكون عندي برايمري ايمالشن، وباقي طبعا كميه الووتر بضيفها زي ما احنا متعودين. عندي سبيشال كيسز او بعض التريكس كده ان انا لازم اخلي بالي منها اثناء الايمالشن فورميوليشن. لو الايمالشن بتاعي كونتيننج مور ذان 1 اويلي، عندي اكتر من اويل مش اويل واحد، في الحاله دي كميه الايمالسيفاينج ايجنت هتبقى عامله ازاي؟ هنا الكوانتيتي اوف اكاشيا بتكون لكل اويلز بحسبها، تمام كده، فور ايتش اويل كالكوليتد، وابدا اجمعها والسم اوف ذيس كوانتيتي بستخدمها فور ايمالشن، او ممكن ايتش اويل بعمله ايمالسيفيكيشن سيبريتلي قبل ما اعمل ميكسينج. طيب لو الايمالشن بتاعي كونتيننج ووتر سولبل سبستنس زي سولت سيرب جليسرين، مهم قوي ان انا ابدا اعمل اديشن في صوره دايليوتد از بوسيبل. ليه؟ لان السبستنس دي بيكون ليها دي ايمالسيفاينج اللي هو الووتر سولبل سبستنس دي ايمالسيفاينج بروبرتس، ممكن يعملوا دي ستابلايزيشن للايمالشن لو ضفتهم بكميات كبيره او ان كونسنتريتد فورم. طيب عندي بعض الايمالشن كونتيننج اويل سولبل سبستنس زي السلول والنفسل، دول عباره عن اويل سولبل سبستنس غالبا او ساعات بنستخدمهم في الايمالشن فورميوليشن. هنا في الحاله دي لازم اخلي بالي ان انا اعمل بريبريشن الايمالشن ويز 50% مور جام ذان ريكوايرد فور اذر ايمالشن، يعني انت بتحسب الكميه بتاعت الجام بتاعتك وبتزود عليها 50% من الكميه دي. الاويل سولبل سبستنس بدوبها الاول في الاويل قبل ما احضر البرايمري ايمالشن. طيب في بعض الاحيان بيبقى عندي ايمالشن كونتيننج سبستنس انسوليبل في الووتر وانسوليبل في الاويل، مهم قوي ان السبستنس دي اعمل لها سايز ريدكشن، ماست بي فاينلي باودرد في المورتر وميكسد ويز الايه الاكاشيا. هنا بعد كده ببدا اضيف الاويل واكون البرايمري ايمالشن. اكزامبلز على الكيس دي البيزماس كربونات في الكاستر اويل ايمالشن، والفينول في سالين في الليكويد بارافين ايمالشنز. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده السيريز اوف ايمالسيفيكيشنز، تفسير حدوث الايمالسيفيكيشن او ازاي الايمالشن بيتكون. عندي 3 ديفرنت سيريز ممكن يحصلوا كلهم وانا بكون الايمالشن، ممكن سيري واحده بس تحصل. طيب زي ايه بقى؟ عندي السيرفس تنشن سيري، عندي الاورينتد ويدج ثيوري، وعندي البلاستيك اور انترفيشال فيلم ثيوري. طيب احنا بنقول لو انا عندي اويل ووتر وبدات اعمل لهم شيكينج مع بعض، هلاحظ ان كل فيس هيكون ليه وحده او هيكون هياخد جنب في البوتل، ده بسبب ان في هاي انترفيشال تنشن بتوين الاويل والووتر. بلاحظ ان الكوهيزيف فورسز بتوين الوان فيس بتبقى اكبر بكتير من الادهيزيف فورسز بتوين التو فيسز. الكوهيزيف فورسز اوف ايتش فيس بترجمها او يعني بترجم الكلام ده في صوره ايه، او اقدر اقول ان في انترفيشال او لارج انترفيشال تنشن بتوين الاويل والووتر موجوده في الباوندري بتوين الليكويد. كل ما الانترفيشال تنشن تزيد كل ما الامسيبيليتي برضو بتزيد. لو قدرت اقلل الانترفيشال تنشن انا كده عندي جود ستيبل ايمالشن. طيب تعالوا نشوف اول ثيوري عندنا اللي هي السيرفس تنشن ثيوري. زي ما بنقول لو انا عندي ميسابل ليكويد، كل ليكويد بيبقى عنده التندنسي ان هو يكون الشيب having the minimal surface area exposed للانذر ليكويد. عشان كده السيرفس تنشن وزي ما اخدنا الكلام ده في الفيزيكال فورمز هي المسؤوله عن السفيريكال شيب بتاعه الدروبلت. فبلاحظ ان الليكويد اللي هو سفيريكال ان شيب بوسس انترنال فورسز او الكوهيزيف فورسز بيكون عندها التندنسي ان تعمل بروموشن للاسوسيشن اوف مولكيولز to resist the distortion of the sphere. يعني ايه؟ يعني بسبب surface tension دي ال liquid droplets بتكون موجودة في صورة spheres، ده بسبب ان cohesive forces او internal forces بتكون عالية. طيب لو انا عندي
two or more drops من نفس الليكويد بدأت أحطهم مع بعض أو come in contact with one another، بيبقى عندي tendency إن كل droplet منهم تأجريجيت وكولسنس مع الدروبلتس التانية وتكون لي one larger drop ليها smaller surface area than the individual drops. طيب لما أجيب الليكويد وأعمل له contact مع second liquid immiscible معاه insoluble أو immiscible، بلاحظ إن ال force causing each liquid to resist breaking up into smaller particles بنسميها ال interfacial tension. كل ليكويد عايز يبقى لوحده خلاص كده، ما بيحصلش breaking up لكل ليكويد في صورة droplets. ده بسبب ايه؟ بسبب ال interfacial tension. طيب ال substance بقى، او محتاج انها هنا ان انا اضيف substance لو انا بحضر emulsion تقلل لي resistance اللي هي encourage a liquid to break up into smaller droplets or particles. هنا ال substance دي بتقلل ال surface tension فبنسميها tension lowering substance او surfactant او surface active agent او الويتنج ايجنت. زي ما انت شايف قدامك ادي الووتر وادي الاويل دروبلتس، فلما بضيف الايمالسيفاينج ايجنت طبعا بيحصل سيلف الاينمنت او سيلف اورينتيشن اكوردنج تو نيتشر اوف ايمالسيفاينج ايجنت. ادي البولر هيد والنون بولر تيل، والادزوربشن اللي بيحصل ده زي ما اخدنا قبل كده هو ده اللي بيقلل لي الانترفيشال تنشن بتوين الاويل والووتر وبيخلي الايمالشن بتاعي الى حد ما ستيبل. طيب يبقى according to surface tension theory of emulsification بلاحظ ان الامالسيفايرز اللي بضيفه او الاستابيلايزر بيعمل lowering للinterfacial tension of the two immiscible liquid، بيقلل لي الريبيلنت فورس او الريبيلنت فورسز between الليكويدز وبالتالي بيقلل لي each liquid's attraction for its own molecules وبالتالي السرفكتنت فاسيليتيت البريكنج اب اوف لارج جلوبيولز انتو سمولر. وده مهم عشان الايمالشن بتاعي يبقى ستيبل، مهم ان الانترنال فيس يبقى ديسبيرسد في صوره سمول دروبلتس اند جلوبيول ثرو اوت ذا ديسبيرشن ميديم او ثرو اوت ذا اكسترنال فيس. طيب الثيوري اللي بعد كده بنسميها او بنقول عليها الاورينتد ويدج ثيوري، اي اسيوم ان بيبقى عندي مونو موليكولار لاير زي ما انت شايف اوف ايمالسيفاينج ايجنتس curved around the droplet of internal phase of emulsion. هنا الثيوري دي based on presumption على افتراض ان certain emulsifying agent تبدا تعمل self orientation لنفسها within the liquid in a manner reflective of solubility في the liquid دوت. بمعنى ايه؟ in a system containing two immiscible liquid the emulsifying agents، يعني لو عندي two immiscible liquid وضفت emulsifying agent هتلاقيه دايما ان هو soluble في one phase اكتر بكتير من الفيز التاني. بمعنى لو انا عندي emulsifying agents ليه greater hydrophilic solubility ده معناه ان هو بروموت ان هو يكون oil and water emulsion، والعكس لو لقيت emulsifying agents بتاعي more hydrophobic than hydrophilic فده بروموت ان هو يكون لي water and oil emulsion. يبقى انا كده according to type of emulsion اللي انا عايزه ببدأ اختار emulsifying agents depending على HLB. يبقى الفيز أو the phase in which the emulsifying agent is more soluble will become the continuous or external phase of emulsion. آخر theory عندنا اللي هي plastic or interfacial film theory. هنا بنقول إن بيحصل adsorption لل emulsifying agents على ال interface between the oil وال water وبالتالي بيحصل surrounding لل droplets of internal phase as thin layer زي ما احنا شايفين of film absorbed على the surface of drops. هنا الفيلم دوت prevent the contact with coalescence of the dispersed phase، مهم ان انا اضيف enough film forming material لازم يبقى موجودة بكميات مناسبة عشان تقدر تعمل coating لل entire surface of each drop of the internal phase. هنا نفس الكلام ال formation of oil and water or water and oil emulsion depend على degree of solubility of emulsifying agents في two phases. غالبا وانا بحضر emulsion ممكن يبقى عندي single theory بتفسر لي الموضوع او ممكن يبقى عندي اكتر من theory من اللي احنا قلناهم بيفسروا لي ال formation of emulsion. برضو ما اقدرش اقول ان في emulsifier معين بيشتغل بالثيوري الاولانية او بالثيوري التانية، لا ما فيش حاجة اسمها كده. يبقى انا دلوقتي وزينا given emulsion system ممكن يبقى عندي more than one of the above theories play a role في ال formulation. تمام كده احنا هنقف هنا وهنكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله.